تاك تاك تاك. فلوت ظهر معي مجنون اقسم بالله. يو ار نوت اوكي. You need help عن جد. والله you are sick. أنا وريم يا جماعة عندنا مشكلة كلش كبيرة بزواجنا. يا جماعة الخير شوفوا إحنا بلشنا نصلح بالبيت. هلا يا ريمة. هلا 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 هلا. شنو هالجمال شنو هالأنا. إذا بتحزن الغنية اللي عم غنيها هلا بعدي شو بدها. أوكي. هلا بالرجالي عم تغني. هلا بيلعب جوبي. ليش عم صور هون؟ شنو؟ الأول فضايح يعني تفضحنا. هيج هاي تشاز زبالة؟ أخونا بس عبارهم تشاز زبالة. ها؟ بس عبارهم تشاز زبالة. هذه مو تشاز زبالة. أنا لازم برهنه إنه مش زبالة. لعد شنو هاي يا ريم؟ ها هاي حياتنا كلها بهالتشازة. صح نحن هسه كل ورثنا بهاي الكياسة. صح كل فلوسنا بهالكياسة. كل شيء. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. هاي جماعة اليوم قررنا نسوي لكم فلوج لأنه نحن بنحب الفلوجات. إيه والله نحن الفلوجات عنا راحة نفسية. حبيت فاليوم بناخذكم معنا فلوج. هات لنخبركم شوي شو صاير بحياتنا آخر فترة. انتوا جاهزين؟ رح خبركم. هيدي قطة القعدة كلها مباعت للمرة يلي حتنتقل على البيت. أنا مبارح بلشت شوية تعزيل بالمطبخ، كمان الطاولة مباعت. بلشت شوية تعزيل بالمطبخ، يعني بتشوفوا هون فضيت كتير خزين. فضيت لأنه بعد عنا أسبوعين تقريبا. فضيت كتير قصص ما حنستعملها. هون رتبت، كانت هيدي متروس ترس اكل كليتا اكل. كمان فضينا كتير، حتى البراد يعني فضي. ما عادش بحاجة ننصح. صح عمار؟ صح بس رايحين نتزوج. فعم نفضي البيت مثل ما شايفين. بعد عنا اسبوعين تقريبا هيدي قطة النوم ان شاء الله حتنباع بعد شي اسبوع كمان. بتشوفوا هون كل شي فاضي. كله حاطينه بكياس. هاي تو ابسط المي لايكو هون، يعني كله فاضي شوية. نشرب قهوة في حتة بعيدة. شنو هذا يا ربع؟ سمعت لاني سمعته تقول فاضي؟ لعد احنا ايش نسوي هنا؟ منو ينشفها لما تطلع من الحمام؟ عزمني على نكتة جديدة وخلي حساب الضحكة. بس اريد اشوف المتابعين انه انا احسن. بس اريد اشوف بيسان بعثت لي كادو. المهم شو بتحب تحكي يا بنظهر؟ لك خلصني. اريد اشوف المتابعين انه انا اعرف اشوف الطيطان. اوكي شوفوا يا جماعة، هذا اللي تعلمته، هذا اللي صار وياي. تسوون هيج، بعدين تسوون هيج، وبعدين تدخلوا هاي أول خطوة. ثاني خطوة تسوون فراشة، تدخلوهم ببعض، بعدين من جوا الفراشة واحدة تدخل بالأخ وتسد نفسها. هلا باللعب جوي، هلا برجال جوي. يقول شو رجعك تلبس الثخين الثخين ولا الثخين شوية الثخين؟ هيدا لأنه لابس أنت سميك مثل ودك. هلا هذا زهقت منه، يعني هسه يعني حاس نفسي نفس الطاز وبنفس الحمار. لأنه طب بجيب لك جاكيت تانية؟ في عندك جاكيتات بجيب جيبي له. أوكي بدنا نجيب له جاكيت لعمار من هنا. هشو البسها لأنه ما في ضل دور لك. المهم فلا يلي رايحين نسوي هلا انا وعمار رايحين على محل نجيب شويه بويا وهيك، لانه بعد في كم شغله. مثلا فرجيكم هيدا الباب، لايكوا هيدا الباب هون كيف شكله. شوفوا هون، لايكوا هون، لايكوا هون، هون يا الهي. فهول بدنا نشيلهم كمان. فعيب قد ما كان خلينا لما نترك البيت لشخص تاني نتركه انه بينشاف على القليلة. ليكو هون مثلا في كتير قصص ما بتبين. ليكو هون،
اول شيء اكبر مشكله عندنا قبل ما نسلم البيت ايه ما فيك تفوت انت صباطت مجهول مودي صباطت شمال جوجي اكبر مشكله عندنا بالبيت هي بالحمام حاتركها مفاجاه لاخر الفلوج مش هلا حفرجيكوا عليه اصبر تنصب يعني مطمئن. واحد استلم البيت والحمام الصبغ مال على هالشكل يمكن يسوي اعلان علينا بالجريده انه هم وانتد يعني بس انا صبغت انا دهنت هون تتذكر عمار من شهر شاطره ليكو كيف صار بجنن كله هذا صبغته اني فانا حاصبغ الحمام وحاصبغ المطبخ لازم نروح نجيب دهان انت جاهز 100% شن رايك بجو اليوم يا ريما ما عندي راي اوه شوفوا منو نوار الكاميرا اخيرا طلع لكم اخوكم العراقي السوبر ستار بعد شو تريدون ما عجبك اي يخرب بايشتك ما تستحي فمنو راح يسوق اليوم اني 66 انت تسوقين طبعا اخوكم عمار العراقي السوبر ستار عنده تاكسي امشي تاكسي مالي افتح امشي افتح بوز بوز خلص آه. والله ما تستحي على وجهه المفتاح نجي نعطيها المفتاح دقيق راحت السيارة انضربت شوفوا القرب شوفوا لا اله اذا اكو واحد مفلش السيارة فهي ريمة شو مفتاح الباب يمي ايه اخوكم السوبر ستار علاج ما حد يتركه ويروح يا جماعة غصبا عليها شوفوا اذا ترجع رجعي يلا رجعي كانت راح تسحقني شوفوا الهيبة لما تدخل شوفون الهيبة ارد خلصني يا عمي خلصني الكاميرا انت يعني رجعت على المود ولا على المود المفتاح لا عمود المفتاح كيف تظهر جواب غلط ما راح تاخذين المفتاح واحد اثنين على المود ولا على المود المفتاح مفتاح ريما يعني شوفي حتى الشمس تعرفين طلعت لما انت طلعتي من البيت؟ بعرف هي طالعه بس على ما تحرقش انا مثل ما تعرفون اجيب القهوه مالتي من البنزين خانه هاي افخم مكان بالسويد عندنا يا يسوي قهوه بنزين خانه امشي خلصنا وريما تجيب القهوه مالتها منين؟ من ماكدونالدز شفت الستوري تاعولك؟ ما تحب تتنفس بالسياره سكر أنا وريم يا جماعة عندنا مشكلة كلش كبيرة بزواجنا وتعرفون شنو هي أكبر مشكلة عندنا هي إنه أنا وريم ما نقدر نقعد بنفس السيارة يعني لو الجو بارد برا تفتح لي تبريد وإذا الجو حار برا شو راح تفتح لي المكيف يعني أنا إذا الجو برا برد بحط لك برد بالسيارة مو أنت عقلك ما أعرف ودماغك وجسمك شلون يعني إذا في حدا بيكون التلج برا وبيحط برد بالسيارة زي هسه الدنيا حارة برا يعني مو هالقد باردة وانا ادخل للسيارة حرقتها فاتحت لي حرارة جوا السكان لابس جاكيت انا لابس جاكيت شتاء تحت هي لابس كم طويل فرو لابس بتقول الدنيا برا حار ما تفتهمين والله لا انت بيدش. كلك فهم انا كلي فهم شوفوا راح اشوفكم حاطة درجة الحرارة بالسيارة يا جماعة نعم 29 واعلى شيء هو شنو 29 عمار لازم تبطل تكذب عن جد انت خطير على المجتمع you need help you are sick لانه هلا شغلت انت بايدك هي خطيره على المجتمع خلي اقول لكم هي خطيره على المجتمع وهي يعني شوفوا حاطه حراره مال سكان طب هو اله اترك لي مال ستير حاطه حراره انا مشغلت لك تعولك شيء لا عليه انا طفيته شو خصك فيه اذا شباب بشغلهم على 200 لالي هولي لالي ها وها شو خصك يو ار نوت اوكي يو نيد هيلب عن جد والله يو ار سيك هي يا تاك ليتن لا تبرور ستور ليتن نادان ستور بيصير ليتن
تاك 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 في الوقت ظهر مع مجنون اقسم بالله. طيب جاي بالي ماي اشكتا كمان بتولى في ضغط النهار وما بالها. اوكي بكر بيلا ببكر بكر بكر رجعي رجعي سمعوا العصر والمغرب مرت لما تخياله مرت لما تخياله وعرفت سوليفي لمها شقرة ومياله لمها شقرة ومياله بين العصر والمغرب مرت لما تخياله مرت لما تخياله وعرفت سوليفي لمها شقرة ومياله لمها شقرة ومياله ولا تضربني لا تضرب كسرت الخيزران كسرت الخيزران خلي يقولوا حرامي يا روحي متعلقة بروحها روحي متعلقة بروحها دربالك يا ريما لا يروحون يسحقوك السيارات. شوفوا وين ريما راح تدخل اليوم. جاي نجيب معجون للبيت ودهان يعني معجونة حتى معجن هيك معجنك فيها وانا جاي ده اشتري صبغ على المدى صبغ جبي. شوف يا جماعة ايش قد عالم فيها. شعبالكم يا بي احنا انا وريما يعني مو بس نصبغ ونرسم ونسوي تيك توك ويوتيوب احنا بعد شو نسوي يا ريما دهنين دهن امينه هاي هسه كله راح تشوفون شلون راح نستعمله. اوه ماي جاد ريم نسينا اهم فقره بالقناه مالتنا انه احنا عندنا مصور. اي صورنا صورنا عملنا شفتي شو مسوين هنا؟ شفتي شو مسوين ما لاحظتي؟ حاطين صورتي على هاي الباكيتات رد مأبيخك حفرجت صوتك تعال لك ايه زهقتني وعيد الله بما الله عليش دفعي ما عندي فلوس بجرن معاوستم ما تقول حل عني. شو رأيك اخذك على ايكا؟ تاخذين على الايكا؟ تعرف مريم كانت تشتغل بالايكا 5 سنين صدق؟ هسا خلصنا من البويا وهيج الطراشي اللي بنترشها بالبيت فحفرجيكم الريم العبقري كيف بتطرش البيت تسووه بجنن ياي بجنن فهسا رايحين على الايكا رايحين نشتري شوية اغراض للبيت اكل لانه عمار يريد ياكل. شوف نارين شوف عبالك متسوقين تشاس ريما بلا سكر. تذكرين ايامنا الحلوة قبل الرجيم؟ yeah. تذكرين هاي الشغلات كلها تشدنا ناكلها؟ الخبيصة اللي من سويت ليها هاي نسميها احنا بسوي بوتاتيس موس بس اعتقد بالعربي نسميها بوتيتا مجعوصة يعني واحد قاعد عليها فهاي تجي ويا اللحم بس ما اعرف ليش اليوم ريم جابت لي دجاج وخلتها وياها حسيتها شوية غريبة بس طيبة يعني ماشي حالها. يا جماعة اخوكم العراقي سوبر ستار وريم السوبر ستار اللبنانية رجعوا للبيت اكلت ريما سوت لي اكل لاخت الكذب رقم عمال العراج رايح راح يقص هالشعر لان الشعر طول والشعر لما يطول شي يرد له يا ريما يرد له اف. اوكي يا جماعه اشوفكم يم الحلقه راح اخذهم ويا يا باي. شنو يا عاصو هلا هلا شنو هذا عمليات الخشم عمليات الخشم؟ اي عمليه عراقيه ايش قد تشيلها يعني؟ يعني تقريبا شي 20 دقيقة 20؟ يروح خشبي بيها الصراحة اشتعنك يا ابو
مو تدلل تأذي. هذا الغابة مو خشن. زقام راح يحرقنا بالأخير أمينة. لا هو هذا أحلى شيء. السلام عليكم. لا يا أبو إسماعيل تعال. والله أنا هوايتي أعد بالزبون. هل أحلى عمار. حبيب أخوي. نور يا وحش. عمار. نايما يا وحش. ملك التيك توك. عمار. قبل ما أرجع للبيت. ريم قالت لي الله عليك روح جيب لي من هذا التمر، دزت لي صورة على تمر أصفر، وأنا قلت إيه أكو عندنا هنا محل عربي روح أشوف له هذا التمر. هذا التمر إيش ذبوه على السعر كاتبين 20 دولار الكيلو، أنا قلت أكيد ذولا كاتبين غلط، يمكن قصدهم دولارين بالغلط كاتبين صفر وياه. المهم شلت وحطيت هيك، قلت له هذا بيش الكيلو؟ قال 20 دولار. قلت يعني هذا وراء التخفيضات ان شاء الله. هذا التمر يعني انا سألت هناك بالمحل هذا التمر بي ذهب يعني بي الماز يمكن يكون جوا فهيك سعره غالي يعني. كرون الكيلو. عمّا ليش وذهب؟ لما حطيته قلت له هذا من ذهب يعني هيش سعره؟ قام يضحك قال لا مو احنا نجينا من غير دولة. بس بالعافية بس مرة اللخ اذا تشتهين ذهب بدال هذا يمكن الذهب اجيبه وهذا ما اجيبه. تعذو. لا خليه. كل حبة بدولار. يا جماعة الخير شوفوا احنا بلشنا نصلح بالبيت. مثل ما تعرفوا كنا حاطين ميز الطعام. هنا. ولما بعنا اكتشفنا ما اول شيء بس فرجيهم لك كيف كانت لك كيف انا عملت. فمثل ما شوفناكم احنا اشترينا شويه شغلات على مود نصلح البيت قبل ما نبيعها هسه لان ما باقي 3 اسابيع اسبوعين يستلموا عائله جديده. فمثل ما تشوفون هناك كان خربان فهسه ريما تفتهم بهاي الشغلات منو مثلك يا ريما الله يخليك. اوكي يا جماعه فعدنا هاي الحفره الصغيره شايفينها هناك فهاي ريم راح تسوي بالسبراي. اشترينا سبراي نانه وبعدين هذا المسدس مثل ما تشوفون الراس ماله على رصاصي لان عندنا مشكله هنا بالثلاجه انه يوم من الايام عمار اخوكم كان يريد ينظف هنا جوا فلما انسحبت هاي طقت وبعدين جبت شخص على مود يصلح لي اياها قام حط لي سيليكون اصفر يعني ما شايف هيك غباء. إذا تحضرني حبيبي والله مو قصدي يعني. هلا هول غير المعجونة كمان عمار بدهن حف. بس احنا ما عندنا الحفة. شو تسوين يا ريما؟ بس نحفهم بس ما عندنا حفافة. لازم نشتري حفافة. ليكو إيدي من الدهان. أوكي ما حفرجيكم كثير قريبة بس من بعيد. ليكو كيف صار. ولا كأنه في شيء. ريم انت عبقرية لازم تكوني بونجية يعني اشتغل بالبويا. لازم تكون اشتغل بونجية. فبعد في الحمام حنفرجيكم الحمام. انتوا جاهزين للحمام تشوفوا. اوكي هيدا الحمام ليكو هون شو صاير كله مقبوع فبدنا نظبطه مع انه دهنناه من شهر بس طلع يمكن البويا غلط ما بعرف. يلا بعد شو بنبلش هون فرجيكم الصوره النهائيه. حفيت الشباك كله نحن متوقعين كنا دهنينه بس بعد ما تحممنا صار يفسخه فقمنا اليوم حفيت كل شيء بدي ارجع ادهن هلا شوف كيف بصير. هيدا اللوك النهائي تقريبا بدنا نرش بعد مره للاسف ما فينا نعمل ولا شيء ممنوع نغير فيه انه نشيل الخشب كل الالوان ما عم تزبط مع انه هون الدوش هون راح بيتحمم فخلص حنتركه هيك. فرجيتهم اللوك النهائي وخبرتهم ليش هيج بالحمام. عمال انا بس بدي اقول لهم كلمه قولي وما نقول لحد. بدي اقول لكم انه نحن وعدناكم بسكتش اليوم قلت لكم بالحلقه الجايه انه حينطركم سكتش. ماشي سكتش حيجي بعد هيدا لانه حسينا هوليك كثير قرب على بعض فلازم ننوع فهذا فلوج هيك خفيف بسيط وبعد هذا الفيديو حيجي السكتش. حطوا لايك احسن مريم تجي عندكم على الباب. حطوا لايك وفوتوا على قناتي انا كمان حطوا لايك لانه هنيك بجيب امي معي. اشتركوا ما تنسوا. اوكي مع
بحبكم، باي.